Sorry, it's DJ. الحلقة دي هنتكلم فيها عن الأكل اللي أنا بقدمه للكلاب بتاعتي، الكلب رامبو أو الكلب لاسي. هنشوف أنا بأكلهم إيه. طبعا من أفضل الحاجات إن أنت تأكل كلبك في وقت الجو يكون فيه مش حر، لأن الكلب بيكون شهيته كويسة في الجو المعتدل. زي ما احنا شايفين كده، دي كده وجبة بيأكلها الكلب رامبو، كلب البيتبول عمر شهرين وأسبوع، عبارة عن جناحات فراخ وروس الفراخ، بس طبعا بيتشال منها البوز ده، انا لسه ما شلتوش، هنشيل البوز. وبعد كده بتبدأ تأكل الكلب. انا بأكلهم اكل ني، واتكلمت على الاكل الني ده كتير، ده دراي فود رويال. اتكلمت انا على الاكل الني ده قبل كده كتير. هو اكل صحي جدا للكلاب ومش بيضرهم ولا اي حاجه، واللي يقولك ان الكلاب بتنضر من الاكل الني يبقى اكيد هو بيحط لهم اكل مش طازه. الفراخ دي طازه جدا وملهاش اي ريحه، ما هيش تركنت حتى ساعه واحده، وبقيتها انا بحطه في الثلاجه في الديب فريزر، بيحافظ عليها برضو ومش بيخليها ريحتها تتغير ولا انها تبقى مضره للكلاب. اللحمه اللي هي بتاعه البهايم والجمايز، اللحمه دي هي اللي لازم تسويها نص سوا، لان ممكن يكون فيها فيروس السعار، وفيروس السعار ده درجه حراره دافيه شويه بتموته بسهوله. لكن لو اكلت الكلب اللحمه وهي نيه وفيها الفيروس ده، تاكد انه لازم يجيله مرض السعار. في ناس كانت بتقول في بعض تعليقات الكلب لما بيشرب دم بيبقى شرس. هو بيكون فعلا شرس لما بيكون اتنقل له مرض السعار، لكن غير كده هو الكلب مش هيبقى شرس لو شرب حتى 4 لتر دم في اليوم. فطبعا الدم ملوش علاقة خالص بان الكلب يبقى شرس او ما يبقاش، لكن الفكرة كلها ان انت تدي للكلب بتاعك اكل نظيف واكل صحي. عايز تحافظ على صحته وتشوف الكلب شكله كويس وشعره كويس وصحته كويسة، لازم تهتم بالاكل اللي انت بتاكله. دي وجبة انا هديها له كمان شوية. احنا دلوقتي الساعة تقريبيا 5 العصر، وقت الحر بيكون صعب على الكلاب انها تاكل، فبتبقى شهيتها مش مفتوحة قد كده. لكن وقت العصر او وقت الصبح بدري بتكون شهية الكلاب كويسة ويقدر ان هو ياكل في الجو الكويس. انا طبعا ما صحيتش بدري النهاردة فما قدرتش ان انا اكل الكلاب الصبح، فدلوقتي هي اول وجبة لهم، الوجبة دي اللي هم هياكلوها دلوقتي. الوجبة دي تقريبيا كده وزنها يجي حوالي 0.5 كيلو، دي اللي هياكلها الكلب رامبو. تعالوا نشوف بقى وجبة الكلب لاسي. هي وجبة بعيدة عنها الدراي فود، لكن هي عبارة عن كيلو من الرجول والروس والجناحات للكلب لاسي. دي كده الوجبة بتاعت الكلب لاسي، دي عبارة عن كيلو او اكتر من الاكل الفراخ. انا مش بدلها دراي فود غير نسب قليلة جدا جدا، يعني مش كتير. دراي فود من مميزاته ان هو فيه بعض الفيتامينات والمعادن اللي بتعوض برضو زي مكمل غذائي كده للكلاب، فبتخلي جسمه يبقى كويس وتخليه يبقى سمين، يعني ما يبقاش جسمه نحيف. دلوقتي هبدأ ادي بقى الوجبات للكلب رامبو والكلبة